الأستاذة مريت الحريري، بنرحب بحضرتك ونبارك لك النهاردة على تكريم اسم الراحل الكبير الفنان الكبير عمر الحريري من وزيرة الثقافة الأستاذ عنيس عبد الدقي. اهلا بيكم، وطبعا ده شرف ليا كبير جدا. اولا المشروع انا كان عجبني جدا، وانا يمكن من الاوائل اللي تقدموا باهداء المقتنيات للمركز القومي للمسرح، لان طبعا انا والدي ابن المسرح من سنه 48، ويعني المسرح ده انا شخصيا تربيت فيه، فكان يهمني جدا ان انا اهدي المركز المقتنيات دي، لان مشروع المتحف الحقيقه مشروع كان لازم يتعمل من زمان قوي، لانه ده بيدي قيمه الجمهور بيحب الفنان، وجمهوره هو صاحب الفنان، وهو الفنان ملكه، فمن حق الجمهور ان هم يشوفوا حاجات تخصه، حاجات شخصيه. فلما الجمهور يروح يتفرج على روايه ويلاقي مقتنيات للفنانين اللي رحلوا او اللي على قيد الحياه موجوده، يحس ان هم لسه ما زالوا على قيد الحياه وان هم قريبين منهم. فده كان اهتمامي الحقيقه بتقديم او باهداء المسرح لمقتنيات والدي. المقتنيات اللي حضرتك قدمتيها للفنان عمر حريري كانت ايه؟ هو الحقيقة طبعا عشان والدي توفى من فترة، وإحنا معظم المقتنيات أو ملابسه بالذات كنا تصدقنا بيها، لكن أنا أهديت صور نادرة جدا جدا، ومن أهم الصور اللي أنا أهديتها للمركز صورته مع رئيس جمهورية فلسطين، ودي كانت وأنا الحقيقة يعني اديتها لهم، لأنه ده طبعا شرف كبير جدا إن فنان يتقابل مع رئيس جمهورية فلسطين أبو مازن ويحصل هذا اللقاء. فأنا أهديت الصورة دي، ودي من أهم المقتنيات. تقولي إيه لكل أبناء الفنانين اللي لسه ما قدموش مقتنيات يعني والدهم أو والدتهم؟ طبعا احنا بحكم ان انا امين عام جمعيه ابناء فناني مصر، فطبعا انا احنا بنشجع الموضوع ده جدا، انا والاستاذ ماضي توفيق الدقن، وعايزين كل الابناء كل ذوي الفنان يعني من اسرهم ان هم يقدموا المقتنيات ان شاء الله، صور مش لازم مقتنيات ملابس، صوره بطاقه، نظاره، يعني اكيد عندهم حاجات حتى ولو بسيطه، بس ده يفضلوا دايما في ذهن الجمهور وفي ذهن الوطن العربي كله. شكرا لك، ميرسي.